وزير الداخلية محمود توفيق يؤكد أن أجهزة الوزارة لن تتوانى في اتخاذ جميع إجراءاتها لحماية البلاد واستقرارها من أي محاولات إرهابية. الجيش الأمريكي ينسحب من قاعدة له في مدينة المالكية بالحسكة السورية، وأنقرة تواصل إرسال آليات عسكرية إلى مناطق بالقرب من الحدود السورية. الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا بمحافظة مأرب وسط البلاد، ويستعيد السيطرة على تبتي القرون المطلة على مدينة صرواح. الرابعة في القاهرة، الثانية في جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني. ووفق القرار، فإنه يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية للنظر في الموضوعات ذات الصلة. وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها. أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن أجهزة الوزارة لن تتوانى في اتخاذ جميع إجراءاتها لحماية البلاد واستقرارها، وأن أي محاولات إرهابية لن تنال من عزيمتهم لتحقيق رسالتهم. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من مساعديه وبحضور جميع مدير الأمن والقيادات الأمنية بمواقعها عبر الفيديو كونفرنس لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الإخوة الأقباط والعام الجديد. وأشدد توفيق على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت واتخاذ جميع الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، في ضوء مجهودات وزارة الداخلية لتوفير الأمن وتوفير الحماية والإجراءات وتكثيفها فيما يتعلق بالاحتفالات الأقباط بعيد الميلاد وكذلك بالاحتفال بالعام الجديد، كيف تسمن دور الداخلية في هذا الإطار؟ شوف حضرتك أستاذ أحمد، أنا عايز أقول حاجة، هي الخطة بتبقى خطة شاملة، وده علشان كده ان السيد وزير الداخلية اجتمع بكافة القيادات دول كل واحد له تخصصه. ليه بقى؟ لان هي مش عشان تأمين الكنائس وبس، لا، لان الامن لو ركز على الكنائس فقط والطرق المؤدية اليها هيسيب بقى المنشآت الهم، هيسيب الحدائق العامة، هيسيب المواقف الاتوبيسات ووسائل المواصلات. لا، الخطة بتشمل عدة أمور، وخاصة السياحة والطرق برضو غير كده المجرى النهري والطرق العمومية. ده أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ أحمد، ده الخطة بتشمل كمان تأمين الخصومات الثأرية، لأن بيبقى العيد برضو زي ما الإرهابيين عاوزين ينكدوا في العيد، بتبقى الخصومات الثأرية بتشمل برضو الأعياد علشان يلحقوا الأذى والنكد على الخصوم. الخطة بتبقى هنا شاملة كل محاور التأمين، سواء منشآت سواء كنائس سواء طرق. كمان عايز أقول حاجة، المخدرات ممكن تنتشر في هذه الأونة، يبقى هنا لابد من مواجهة تجار المخدرات. سيادة اللواء، الخطة كما تشير إليها وكما تشير الأخبار هي خطة شاملة، لكن في الحقيقة رجل الشرطة لا يتحمل العبء وحده، بالتأكيد هناك دور مجتمعي للفرد وللمواطن المصري. ما دور كل مواطن في هذا الوقت تحديدا وفي جميع الأوقات؟ الله ينور عليك، وسؤال والله العظيم أحييك عليه.
يعني لو احنا حاسين بالمجهودات والعبء اللي على الشرطة، مش بس مكافحة إرهاب بس، جميع الجرائم الجندية حتى الإزالات، يبقى احنا هنا دورنا احنا هنا ان احنا بنساعد الشرطة. نساعدها في ايه؟ بنساعدها بان احنا بنلتزم بالقانون. هو انت لو التزمت بالقانون خلاص انتهينا. بنساعدها بان زي ما قلت قبل كده مرارا وتكرارا بالكاميرات اللي بتكشف الجرائم. بنساعدها ان احنا ما نختلقش، ما نسهلش لاي عناصر إجرامية انها تنال مننا. مساعدات كتير قوي يا استاذ احمد، وكمان مش كده وبس، ومؤسسات الدولة. يعني انا مش بقول المواطن بس اللي يساعدني، جميع مؤسسات الدولة لانها متفرعة. انا النهاردة كل منشأة، انت عندك امن، البنوك انت عندك امن، الامن بتاعك ينشط، ما تستناش عشان الامين الشرطة اللي معين على البنك هو لوحده. البترول نشطه اكتر واكتر بتعزيز الامن الداخلي. حتى انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، انا زرت بعض الكنائس لقيتهم بيدعموا الامن في حراسة داخلية حلوة جدا. يعني هو ده دور المؤسسات ودور المواطن. صحيح. مش الامن الواحد. شكرا جزيلا اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الاسبق. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الانتهاء من 75,473 عملية جراحية ضمن المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار. وأشارت زايد إلى أن هذه الحالات مسجلة سواء على الموقع الإلكتروني أو الخط الساخن 15300 أو المستشفيات التي تقوم بتسجيل بيانات المرضى بقوائم الانتظار بإجمالي 164 مستشفى مشاركة في القضاء على هذه الظاهرة. سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لأبرز المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع التضامن الاجتماعي خلال العام 2018. وأشار المجلس إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت دعما يقدر بنحو 13 مليارا و700 مليون جنيه تم صرفهم لمليونين ومائتي ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة. كما صرفت الوزارة 5,500,000,000 جنيه لنحو 1,400,000 أسرة من برنامج الدعم النقدي غير المشروط الضمان الاجتماعي. كما زادت نسبة المعاشات إلى 15% من إجمالي قيمة المعاشات اعتبارا من يوليو 2018 بتكلفة إجمالية قدرها 24 مليارا و100 مليون جنيه سنويا. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير دعم نقدي سنوي بنحو 5 مليارات جنيه قدمت إلى 1,100,000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تقديم الخدمة العلاجية إلى 116,000 مريض إدمان. نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة على تحركات للمجموعات الإرهابية بريف حماة الشمالي التي جددت خرقها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح. ووجهت عناصر الاستطلاع المتمركزة في محيط بلدة تل بزام رميات على تحصينات ومواقع تنظيم جبهة النصرة في محيط بلدة مورك بالريف الشمالي، أسفرت عن إيقاع العديد من الإرهابيين قتلى وإصابة آخرين، ودمرت لهم مواقع محصنة وعتادا كان بحوزتهم. انسحب الجيش الأمريكي من قاعدة له في مدينة المالكية بالحسكة السورية، وتعد هذه القاعدة العسكرية أول قاعدة تخليها القوات الأمريكية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الانسحاب من سوريا. ووفقا لمصادر سورية فإن نحو 50 جنديا أمريكيا غادروا موقعهم في مدينة المالكية بالحسكة فعليا، واتجهوا بعرباتهم المصفحة نحو العراق. وكانت مصادر أمريكية أعلنت في وقت سابق أن الانسحاب من سوريا سيتطلب ما بين 2 و3 شهور. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفاق بلاده مع تركيا على تنسيق العمليات البرية في سوريا
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب قوات بلاده بالكامل من سوريا. بعيد قرار الولايات المتحدة الأمريكية سحب جنودها من شمال سوريا، اتفقت روسيا وتركيا خلال محادثات وزيري خارجية ودفاع البلدين في موسكو على تنسيق تحركاتهم الميدانية في سوريا. توصلنا لتفاهم بشأن كيفية مواصلة الممثلين العسكريين لروسيا وتركيا تنسيق خطواتهم على الأرض في ظل الأوضاع الجديدة بهدف القضاء في نهاية المطاف على التهديد الإرهابي في سوريا. وأدى القرار الأمريكي إلى تبدل مواقع الأطراف المشاركة في الحرب السورية، حيث دخلت قوات للجيش السوري منطقة تقع شمال منبج تلبية لدعوة تلقتها من القوات الكردية التي تخشى من هجوم تركي وشيك على البلدة الاستراتيجية بشمال سوريا. وخلال الاجتماع الروسي التركي تم الاتفاق على التعاون من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. لقد وضعنا إجراءات محددة من أجل تنشيط تعاوننا بشأن توفير ظروف مواتية تشجع المزيد من اللاجئين على العودة إلى ديارهم. اجتماع يأتي في إطار التنسيق بين الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن سوريا والتي أطلقتها روسيا وإيران وتركيا في يناير من عام 2017 في محاولة لتسوية النزاع السوري في غياب أمريكي، في حين تستعد موسكو لاستضافة قمة لرؤساء الدول الثلاث في يناير القادم لتسريع التسوية السياسية في سوريا. هذا وتواصل السلطات التركية إرسال عشرات الآليات العسكرية إلى مناطق تقع بالقرب من الحدود السورية استعدادا لدخول المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال شرق سوريا. قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان إنها تقيم إمكانية استئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق. وصدر بيان الهيئة بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس الماضي. وعلقت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية. في العراق أعلن الحشد الشعبي اليوم انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين. وقال مسؤول بالحشد الشعبي إن القوات والشرطة ستقوم بملاحقة الإرهابيين، مؤكدا أن العملية متواصلة لحين تأمين المنطقة بشكل كامل. وكان العراق أعلن في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش. أعلن الجيش اليمني أن قواته أحرزت تقدما ميدانيا في مدينة صرواح غرب محافظة مأرب تزامنا مع اقترابها من مركز المديرية. وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش استعادت السيطرة على تبتي القرون المطلة على مركز مدينة صرواح وتمركزت في الموقعين، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا إضافة إلى تدمير آليات تابعة لها. وأكد المصدر أن مدفعية الجيش قصفت مواقع لتعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، الأمر الذي أسفر عن تدمير سيارتين للميليشيا. حررت قوات الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية باليمن سلسلة جبال الحصنين وكرس الوهاب المطلة على الخط الدولي الرابط بين حرض والحديدة والتي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي. يأتي ذلك بينما قالت تقارير إن المتمردين الحوثيين في اليمن بدأوا الانسحاب من ميناء الحديدة، وفي المقابل قالت الحكومة اليمنية الشرعية إن ميليشيات الحوثي تماطل في تنفيذ اتفاق الحديدة المتمثل في انسحابها من ميناء المدينة ومن المدينة ذاتها بالتزامن مع عادة انتشار القوات الحكومية شرق المدينة وفتح ممر إنساني باتجاه صنعاء.
للمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد جمال براس، رئيس تحرير موقع اليمن العربي. سيد جمال، ما الأهمية الاستراتيجية لسلسلة جبال الحصنين المطلة على الخط الدولي الرابط بين حرض والحديدة؟ بالطبع هذه السلسلة تقع في منطقة غاية في الأهمية، لأنها هي التي تمهد الباب لتطهير كامل الساحل الغربي، وخاصة من اتجاه محافظة حجة المحادية للمملكة العربية السعودية. واليوم التقدم في هذه السلسلة والسيطرة عليها يؤكد ويؤمن المملكة العربية السعودية من إطلاق الصواريخ، وخاصة وأن هذه المنطقة كانت هي شهدت في خلال الفترات الماضية إطلاق صواريخ منها إلى المملكة العربية السعودية، صواريخ باليستية، حيث أنه كان يتم نصب الصواريخ في هذه المنطقة، بالإضافة إلى المنطقة الأخرى الساحلية في ساحل تهامة، كانت أيضا من المناطق التي يتم إطلاق منها الهجمات الصاروخية التي يتم إطلاقها من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية. فتأمين هذه المنطقة أعتقد أنه هل يشكل هذا يعني أي حلحلة للوضع فيما يتعلق بالوضع الأمني والوضع العسكري في الحديدة؟ هل هناك ارتباط بينهم؟ لا، هنا المسألة هي بعد من مدينة الحديدة، المنطقة التي تم تطهيرها يمكن تبعد عن مدينة ومحافظة الحديدة حوالي 40 كيلو، وأعتقد أن القوات الشرعية ملتزمة بما تم الاتفاق عليه بإضافة العمليات العسكرية في محافظة الحديدة. والانتصارات التي حققها اليوم قوات المقاومة، أعتقد أن هذه الانتصارات هي تسجل وتؤكد أنه ردا على الخروجات التي قاموا بها. سيد جمال، حضرتك أشرت إلى التزام قوات الحكومة الشرعية باتفاق الحديدة، لكن في المقابل الحوثيون يماطلون بحسب ما تشير الأنباء فيما يتعلق بالانسحاب من الميناء والمدينة. برأيك يعني إلى أي مدى قد يصل صبر القوات الحكومية وقوات دعم الشرعية فيما يتعلق بالالتزام بمباحثات جنيف؟ ليست مماطلة فقط، وإنما أيضا خروجات من قبل الحوثيين. الالتزام بحسب الاتفاق هو لمحافظة الحديدة، وهو ما تلتزم به القوات الحكومة الشرعية. ولكن اليوم الانتصارات التي تحققت في عدد كبير من المواقع العسكرية والمناطق، سواء كان في محافظة حجة أو محافظة مارب في صرواح أو في صعدة، هو تأكيد أنه هذا هو الرد العملي لاستمرار الخروجات الحوثية. أما من ناحية الالتزام أو تنفيذ الاتفاق، أعتقد أن هناك إرادة دولية قوية، وهناك عقوبات ستقع على من لا يلتزم باتفاق ستوكهولم، وبالتالي أنا سيتم فرض، حتى وأن وجدت بعض الخروجات وهي خروجات تشكل سيد جمال، يعني بالنظر إلى مسألة الدعم الدولي أو الرغبة الدولية في تحقيق الهدوء في الحديدة، يعني هل تعتقد أن المجتمع الدولي يحكم أو يمتلك أوراق ضاغطة على الحوثيين وداعميهم؟ إذا أنا أعتقد أنه يمتلك، لأنه ببساطة شديدة القرار الذي صادر من مجلس الأمن الأخير بناء على المشروع الذي تقدمته بريطانيا ينص على عقوبات. إذا وجدت الإرادة الحقيقية من المجتمع الدولي، فسيتم تقديم الأشخاص المعرقلين لتحقيق السلام في الحديدة والمعرقلين باتفاق ستوكهولم، سيتم تقديمهم إلى المحاكمة الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتقديمهم وفرض أسماءهم وفرض أسماء الداعمين لهم، أعتقد أن هذا من الممكن أن يحقق بالطبع تقدم، بالتأكيد فيحقق الكثير من التقدم، وسيفرض تحقيق السلام في هذه المنطقة. أستاذ جمال، يعني هناك تقدم استراتيجي للقوات الشرعية وقوات الحكومة اليمنية فيما يتعلق بسلسلة جبال الحصنين، وإلى أي مدى أو كيف تستطيع القوات الحكومية تثبيت الأراضي التي تحصل عليها وتثبيت الحدود كما يقال عسكريا؟ هي مسألة طبعا بالطبع هي خاضعة، أعتقد أنهم الأكثر دراية بها هم الأخوة في المسألة العسكرية، ولكن من خلال فترة الحرب طوال السنوات الحرب الماضية بالتأكيد لم تكن هناك انسحابات من قبل القوات الشرعية، وكل المناطق التي يتم تطهيرها لا تستطيع قوات الحوثيين العودة إليها. حتى التباب الجبلية الأخيرة التي
تم تصوير هذا كانتصار كبير والذي حدث في مارب، وهو نتيجة لبعض التخاذل من بعض القيادات في الحكومة الشرعية وإهمال، ولكن في خلال فترة وجيزة تم تجاوز هذه الإهمال وتجاوز هذه الهفوة، وأعيدت هذه المناطق إلى الحكومة الشرعية. وبالتالي الشواهد في خلال الفترات الماضية أن كل المناطق التي يتم تطهيرها من قبل الحوثيين لا يستطيعون العودة إليها. ولكن ما نأمله دائما نسجل ودائما نأمل أن يتحقق السلام بدون المزيد من الدماء، نأمل أن يعم السلام اليمن ويتم الخضوع للقرارات التي تحقق السلم والأمن الدوليا وتحقق السلام في داخل اليمن. سيد جمال، هناك تحليلات في الصحف الغربية ناتجة عن تسريبات لبعض المسؤولين الأمريكيين عن احتمالية أن يشهد عام 2019 ربما مواجهة أيا ما كان شكلها مع إيران، مواجهة عسكرية بالطبع. برأيك إذا ما صحت هذه التسريبات والتحليلات من خلال وسائل الإعلام الأجنبية والدولية، هل تعتقد أن إيران قد تقوم بعمل ما استعدادا لذلك، مستغلة الساحة اليمنية كمنطقة متقدمة للدفاع؟ أخي الفاضل، نحن منذ 4 سنوات وهذه المسألة لم تكن يدور فينا أي لم تكن بين اليمنيين أي إشكالية إلا عندما تدخلت إيران. التدخل الإيراني في اليمن منذ 4 سنوات هو السبب في هذه الإشكالية، وإعلان الإيرانيين أيضا بأنها يعتبرون أن العاصمة صنعاء 5 أو 4 العواصم العربية التي تسقط بأيديهم هي أيضا هذه المشكلة. الإيرانيين كانوا يعتقدون وكانوا يظنون أنهم سيستطيعون أن يسيطرون على اليمن عن طريق جماعة الحوثيين بإمدادهم بالسلاح والمعونة المادية والمعونة المعنوية والخبراء العسكريين، ولكن هذا كله أمام إرادة الشعب اليمني وبمساعدة الأشداء تم كسره. نعم. المحاولة الإيرانية إذا أرادت إرادتهم بالفعل في خلال السنوات الماضية قد كسرت، ولم يستطيعوا أن يوجدوا لهم موطئ قدم مثلما وجدوا لهم موطئ قدم في وقت سابق في بعض الأقطار العربية، ولكن إلى الآن لم يستطيعوا أن يوضعوا لهم موطئ قدم. نعم. وبالتالي ما وجد أو ما تحدثت عنه التقارير، إذا حدثت مواجهة فهي المواجهة قد حدثت مسبقا وحاليا وفي الوقت الحاضر. شكرا لك. شكرا جزيلا سيد جمال براس، رئيس تحرير موقع اليمن العربي. قتل ما لا يقل عن 16 مسلحا تابعين لفرع تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان خلال عمليات أمنية أجرتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم نانجرهار بشرق البلاد. من جانبه أعلن فيلق تابع للجيش الأفغاني في بيان أن قائد المجموعة الإرهابية كان أيضا من بين القتلى، وأكد البيان أن أفراد الأمن المشتركين في العملية لم يصابوا بأي أذى خلال هذه العملية. يواصل الناخبون في الكونغو الديمقراطية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية هي الأولى على طريق الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة في البلاد. ويتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين، هم مرشح الحزب الحاكم إيمانويل رامازاني ومرشح المعارضة البارز مارتن فيلو والمرشحة الوحيدة ماري خوسي. في انتخابات رئاسية يدلي الناخبون في كونغو الديمقراطية بأصواتهم بعدما أرجئت 3 مرات لاختيار خلف لرئيس جوزيف كابيلا. يتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين من بينهم 2 من مرشحي المعارضة الرئيسيين وهما مارتن فايولو وفيليكس تشيسيكيدي أمام المرشح المفضل للرئيس الحالي جوزيف كابيلا وهو وزير الداخلية السابق إيمانويل رامازاني شاداري. الرئيس جوزيف كابيلا أدلى بصوته في الانتخابات ودعا المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم. رسالتي اليوم الأبناء وطني هي الحضور والتصويت لمرشحيهم ومواجهة سوء الأحوال الجوية. يحق لأكثر من 40 مليون مواطن التصويت في تلك الانتخابات، وذلك وسط مخاوف من اندلاع أعمال العنف خلال عملية التصويت بسبب حجب بعض المناطق عن التصويت لدواعي صحية. وقد أرجأت لجنة الانتخابات التصويت في مدينتي باني وبوتيمبو إلى شهر مارس القادم بسبب تفشي فيروس الإيبولا، مع تأخر مماثل في مدينة يومبي بسبب انعدام الأمن. من المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات في 15 يناير المقبل على أن يؤدي رئيس الجديد اليمين الدستورية بعد 3 أيام من ذلك التاريخ.
قال متحدث باسم مفوضية الانتخابات في بنغلاديش بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة بالبلاد إن اللجنة تحقق في مزاعم بحدوث تلاعب في التصويت، وقد ارتفعت حصيلة الضحايا الاشتباكات في الانتخابات إلى 12 قتيلا. في انتخابات تشريعية تنافسية كاملة منذ 10 سنوات في بنغلاديش يدلي الناخبون بأصواتهم، حيث تسعى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة للفوز بثالث فترة على التوالي. يحق التصويت لحوالي 106 ملايين ناخب مسجل في البلاد، بينهم عدد كبير من الشباب الذين سيصوتون للمرة الأولى. تشير التوقعات إلى فوز كاسح لحزب رابطة عوامي الذي تتزعمه الشيخة حسينة، والتي تعول في هذه الانتخابات على النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال فترة حكمها منذ عام 2009. في المقابل ذكر حزب بنغلاديش الوطني الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي والذي قاطع انتخابات عام 2014 أن أنصاره استهدفوا عمدا في مسعى لثنيهم عن التصويت وترجيح النتيجة لصالح حسينة، بينما تقبع زعيمته خالدة ضياء في السجن بتهم فساد. يأتي ذلك بينما اندلعت اشتباكات في عدة مناطق بالتزامن مع بدء الانتخابات أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض أخبار الاقتصاد. الصين تعلن دخول المسبار تشانغ إي 4 إلى مدار محدد استعدادا لأول هبوط على الجانب البعيد من القمر. وزير الداخلية محمود توفيق يؤكد أن أجهزة الوزارة لن تتوانى في اتخاذ جميع إجراءاتها لحماية البلاد واستقرارها من أي محاولات إرهابية. الجيش الأمريكي ينسحب من قاعدة له في مدينة المالكية بالحسكة السورية، وأنقرة تواصل إرسال آليات عسكرية إلى مناطق بالقرب من الحدود السورية. الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا بمحافظة مأرب وسط البلاد، ويستعيد السيطرة على تبتي القرون المطلة على مدينة صرواح. أخبار الاقتصاد يأتيكم بها مصطفى مزار بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدين الكرام وإلى تفاصيل هذه الوقفة الاقتصادية. أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية، وأوضحت السعيد خلال مؤتمر عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التعدادات الاقتصادية تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لكافة الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة. الوزيرة أشارت إلى أن التعداد الخامس يغطي المنشآت العاملة ما عدا القطاع الحكومي في كافة الأنشطة الاقتصادية والتي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة مرسى مطروح لتنفيذ الأعمال الهندسية بالمحافظة، وذلك بديوان عام الوزارة. يهدف البروتوكول لقيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ المشروعات الهندسية في المحافظة وتوريد عربات ومعدات إطفاء الحرائق وتركيب لنظم إنتاج الطاقة المتجددة والموفرة ورصف الطرق والإنارة. يأتي هذا في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.
شهد وزير النقل هشام عرفات توقيع عقد إسناد الهيئة القومية للأنفاق إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو الأول والثاني والثالث إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو. يأتي هذا التوقيع كأول تفعيل لتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق بنقل تبعية أصول خطوط المترو من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق. قال الأستاذ أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر إن تجارة وصناعة السيارات تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الرابطة جعلت الوكيل والتاجر والمستهلك على أجندة اهتمامات الدولة. وأكد أبو المجد خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث، أكد على أن لجنة فض المنازعات بالرابطة قامت بتسوية قضايا لـ90 مليون جنيه بين التجار وبعضهم البعض خلال عام 2018. نتابع. مستقبل سوق السيارات وتأثيره خفض الرسوم الجمركية وانتعاشة حركة البيع والشراء موضوعات تمت مناقشتها خلال المؤتمر السنوي الثالث لرابطة تجار سيارات مصر. أعتقد أن أول العام هيكون شوية في فوضى، ولكن هتستقر السيارات من النص الثاني من العام، ولكن بشكل عام السيارات ذات المنشأ الأوروبي. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد قبيل جلسة واحدة من عطلات رأس السنة المالية وسط عمليات تداول محدودة تأثرت بتفضيل شرائح كبيرة من المستثمرين التحفظ على القرارات الاستثمارية انتظارا لبدء العام الجديد. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 742 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.3 مليار جنيه عن إغلاقه يوم الخميس الماضي، بينما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 990 مليون جنيه. كشف رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران عن انتهاء اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر وطرحه للحوار المجتمعي مع بداية عام 2019 لمناقشته. وأوضح عمران أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه 224 مادة تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، بالإضافة لضم التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع تحت مظلة القانون الموحد. حذر وزير المالية اللبناني علي حسن خليل من حدة تصاعد الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا، وأشار الوزير إلى أن الوضع بدأ يتحول إلى أزمة مالية، وهو ما يستدعي تجاوز كافة السجالات بين القوى والتيارات السياسية والعمل كذلك على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة. أضاف الوزير اللبناني أن أي تأخير بعد الآن سيحدث نتائج سريعة سلبية على استقرار بلاده على المستوى الاقتصادي والمالي. أقر البرلمان الإيطالي ميزانية الحكومة لسنة 2019، وذلك قبيل حلول موعد نهائي في نهاية العام بعد توصل اتفاق الأسبوع الماضي مع المفوضية الأوروبية أدى إلى تهدئة الأسواق المالية وتجنب خطر فرض غرامات على روما. وأعادت إيطاليا إعداد الميزانية وخفضت عجز خلال العام القادم بنسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عقب رفض بروكسل النسبة الأصلية المستهدفة وهي 2.4%، قائلة أنها تخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، وتشمل السياسات الرئيسية للميزانية الجديدة برنامجا جديدا لدعم الدخل وخفض سن المعاش. قالت وزارة الخارجية الصينية أن بكين مستعدة للعمل مع واشنطن لتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه زعيم البلدين في المحادثات التي جرت في الأرجنتين بينهم. يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر مكالمة هاتفية مع نظير الصيني
أعلن أنه تم إحراز تقدم كبير على صعيد المفاوضات والمحادثات التجارية الجارية بين البلدين لإنهاء حرب الرسوم الجمركية الدائرة بينهم. كان ترامب قد تحدث في الربيع عن سعي لخفض العجز الأمريكي بمقدار 200 مليار دولار، لكن المفاوضين الصينيين رفضوا ذلك ما أدى إلى الحرب التجارية القائمة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية في بانوراما الرابعة. أعود مجددا للزميل أحمد نجيب لكن بعد الفاصل. وختام بانوراما النيل تذكير بأهم عناوينها. وزير الداخلية محمود توفيق يؤكد أن أجهزة الوزارة لن تتوانى في اتخاذ جميع إجراءاتها لحماية البلاد واستقرارها من أي محاولات إرهابية. الجيش الأمريكي ينسحب من قاعدة له في مدينة المالكية بالحسكة السورية، وأنقرة تواصل إرسال آليات عسكرية إلى مناطق بالقرب من الحدود السورية. الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا في محافظة مأرب سد وسط البلاد ويستعيد السيطرة على تبتي القرون المطلة على مدينة صرواح. ختام بانوراما النيل على رأس الساعة موجز لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.